حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام، صبحكم الله بالخير والسرور، وأصبح أيضا على زميلتي في الاستديو. نظمت جامعة إبردين البريطانية التي دشنت في مايو الماضي فرعها الأول في قطر، والذي يعتبر أيضا الأول في الشرق الأوسط، يوم مفتوح للطلاب اللي حابين ينضمون لهذه الكلية اللي تنضم أيضا لهذه الجامعة، وهي كلية AFG. خلونا نتكلم عن هذه الكلية وعن تفاصيل اليوم المفتوح مع ضيفتي الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفالح للخدمات التعليمية والأكاديمية. صباح الخير دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة، جامعة إبردين البريطانية تعتبر أول جامعة تفتح في قطر وفي الشرق الأوسط، أهمية مثل هذه الخطوة لطلابنا وعيالنا القطريين؟ اولا يعني اول اهميه لهذه الجامعه كونها ان اول جامعه بريطانيه تفتح تقدم درجه البكالوريوس لطلاب قطر، والتنوع يعني التخصصات في قطر والجامعات من دول مختلفه يثري العمليه التعليميه. فنحن يعني تحت مسيرة قائدنا سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يعني ما ترك أي موارد نطلبها إلا وقدمها لنا، ومشاركة القطاع الخاص من أهم المكونات لنجاح العملية التعليمية. فالحمد لله يعني قدرنا بأنه يعني نشوف هاي الجامعة العريقة، وإنها هي لها باع طويل في البحوث، ففكرنا أنه نجيبها لقطر، والحمد لله كان يعني في زمن قياسي قدرنا أنه ننهي هذه المهمة. والأهم أنه يكون مع فتح المدارس والجامعات عندنا بعد. إيه الحمد لله، التوقيت مناسب جدا، وافتتحنا الجامعة من فترة والتسجيل كان يعني ما شاء الله ماشي ممتاز. في بعض طبعا الطلبات لم نقبلها لأن شروط القبول نفس شروط القبول في الجامعة الأم، لكن عدد كبير قبلناه الحمد لله، وحيبتدون الدراسة الأسبوع الجاي بإذن الله. بإذن الله رح نتكلم دكتورة والشيخة عائشة عن التسجيل، لكن بداية عطينا فكرة عن اليوم المفتوح اللي راح تسوونه. مثل ما تشوفين اليوم المفتوح هو فرصة للطلاب أن يجون ويتكلمون يعني one to one مع اللكتشررز، مع شؤون الطلاب، المسؤول شؤون الطلاب، مع المدير، حتى المدير أنت شايفته قاعد مع الطلبة يتناقش معهم، بحيث أنه أي سؤال في ذهنهم يجاوب عليه. وسوينا حوالي 5 أيام مفتوحة، كل مجموعة كانت تجي في هذا اليوم وتقعد مثل ما تشوفين اليوم تسأل عن كافة الأشياء اللي تخص الجامعة. ما شاء الله، يعني احنا قاعدين نشوف ان في طالبات وفي طلاب ايضا قاعدين مع اساتذتهم والمسؤولين. ايه تفاجئنا انه عدد الطالبات كبير جدا ما شاء الله، ويمكن لانه الطلاب عندهم فرصة اكبر انه يسافرون للخارج. فيعني من الاشياء اللي كنا نسمعها من الطالبات انه الحمد لله انه فتحتوا الجامعة لنا، وخاصة من طلاب النورث اتلانتيك والكوميونيتي كوليدج، لان احنا شفنا ان نسبة كبيرة من الطالبات اللي يتخرجون من هالتو انستتيوشنز كانوا يتمون في قطر وما يكملون درجة البكالوريوس. فنحن من الأشياء اللي تطرحها بالإضافة إلى برنامج البكالوريوس نطرح تكميل لهذه المؤسستين في الدولة. بما أنك دكتورة دشيتي بهذا المجال، كلميني عن التخصصات الموجودة في الجامعة والكلية. الجامعة في الوقت الحالي تقدم الأكاونتينج أند فاينانس، المحاسبة والإدارة المالية، وأيضا إدارة الأعمال الجنرال مانجمنت، بالإضافة إلى السنوات التكميلية الثالثة والرابعة اللي تكمل لبعض الطلاب اللي جايين من جامعات أخرى أو جايين من النورث أتلانتيك أو الكوميونيتي كوليدج. وفي السنوات الأخرى ستقدم طبعا تخصصات كبيرة رينجينج من يعني تخصصات في الساينس مثل الطب والإنجينيرينج إلى تخصصات أخرى في التكنولوجي إن شاء الله. ومن السنة الجاية أيضا سنقدم برنامج الماجستير في إدارة الأعمال بإذن الله. طيب كيف الطلاب اللي يسمعونا الحين يقدرون يسجلون في الكلية والجامعة؟ اوريدي التسجيل بدا الحمد لله من فتره، ولكن التسجيل باقي لمده 10 أيام اخرى، فيعني ممكن انه يقدمون، ودائما تجيهم الموافقه خلال كم يوم، لان طاقم الجامعه الام اللي هو مسؤول عن القبول جبناه قطر عشان سرعه القبول، يعني ممكن خلال يومين ثلاثه يكون يعطينا القبول، فلسه الباب مفتوح عندهم. احنا مثل ما تدرين يعني القدره الاستيعابيه كبيره، بس احنا كنا نبي يعني في البداية بس 300 طالب. شكرا لك دكتورة، بس قبل أن نختم معاك تكلميني عن مجموعة الفالح للخدمات التعليمية والأكاديمية، خططكم المستقبلية. مجموعة الفالح للخدمات التعليمية بدأت أول شيء بافتتاح مدارس
تبتدي K-12 يعني من الطفل إلى تهيئ للجامعة، وتحت الجامعة في تحت المدارس تنطوي ثلاث مدارس عندنا، واحدة في المعمورة، واحدة في الوعد، وأخرى في بوهامور. وبعدين بدينا نفكر في أنه لا لازم نقدم يعني whole solutions حق الطالب، ففكرنا أنه نجيب يعني جامعة، ولقينا أن الجامعات البريطانية غير موجودة في قطر، ففكرنا في جامعة أبردين، وإن شاء الله في المستقبل نطمح أنه نجيب جامعات أخرى وتخصصات أخرى. يعني خلال 3 سنين إن شاء الله حتكونين معانا إن شاء الله تسجلين في المقر الرئيسي، وهاي إن شاء الله بدينا فيه، وخلال 2 سنين بيكون انتهى من العمل إن شاء الله. شكرا لك دكتورة على هذا العمل كله. شكرا. شكرا لك. مشاهدينا كانت معي ضيفتي الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني، رئيس مجلس مجموعة الفالح للخدمات التعليمية والأكاديمية. ما شاء الله إنجازات قطر قاعد تعلى يوم عن يوم. لكل أبناء قطر اليوم عندكم جامعة جديدة وجامعة بريطانية، تسجيل مفتوح للي حاب، وأيضا اليوم المفتوح مفتوح، تقدرون تتواصلون لهم وتتواصلون معهم. كل التوفيق للجميع، والله يوفقهم هم بعد.